وللقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة الدار البيضاء البروفيسور عمر بتاس، طبيب مختص في الأمراض التنفسية والنفسية عفوا والعقلية. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة على قناة الحرة. مرحبا بك. بداية، حسب البحث الذي أنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، نسبة الأسر التي تعاني من القلق وانعكاسات أزمة كورونا هي 49% وترتفع لدى الأسر، ترتفع أكثر يعني لدى الأسر المعوزة. ما هي قراءتك لهذا البحث؟ قراءة البحث، الأرقام ليست مفاجئة جدا، شيئا ما مرتفعة مع الدراسات التي أجريت في العالم. إذا أخذنا دراسات أجريت في الصين وتم النشر في بعض المجلات العلمية الطب النفسي، هناك دراسة بريطانية، هناك عدة دراسات. المشكل باش نفهموا هذه الأرقام شيئا ما المرتفعة، لأنه هذا الحجر الصحي جاء في ظروف نقولوا سريعة مباغتة، غير حياة نمط حياة الناس بواحد الشكل سريع ومفاجئ. فبين عشية وضحى أصبحوا الناس بأنهم محرومين من عدة أشياء، فبالتالي وحتى الخوف من المرض، خوف من هذا الفيروس، وخصوصا في الأسابيع الأولى كانت نجهل الكثير عن هذا الفيروس، فبالتالي هذا كيخلق نوع من القلق النفسي، نوع من الخوف، نوع من الكرب عند الناس. من طبيعة الحال تدبير ديال هذا القلق أو الخوف كيختلف من شخص إلى آخر، من مجموعة إلى أخرى، حسب السن، حسب الظروف، حسب الشخصية، حسب التكوين. ولكن العموم ما نلاحظه حتى في العمل ديالنا هو أنه الطلب على التشخيص وطلب المشورة وطلب الاستشارة للمختصين النفسيين كما الأطباء أو معالجين نفسانيين ارتفع، خصوصا في المرحلة الثانية. فذاك التعبير على أنه بعض الناس عبروا الباحثين اللي نجزوا هذا البحث انهم صعيب عليهم يمشيو في المرحله الثالثه اللي تعلن عليها، بالفعل ان الناس لقوا صعوبات، وهذه الصعوبات خصوصا عند بعض الفئات. ما ننساوش الاطفال، وقع واحد التغيير مهم في حياتهم، محرومين من اللعب، من الخروج من عند العائله، محرومين من الذهاب للمدرسه، لقاء اصدقائهم، الاساتذه ديالهم. كاين المسنين حتى هما، لانهم دائما كنتكلموا بانه هذا المرض خطير، هذا الفيروس خطير بالنسبه للمسنين. ومن طبيعه الحال، وهذه حتى هي اكدتها الدراسات وكاينه في دراسات اخرى، الهشاشه الاقتصاديه والخوف من فقدان العمل. بالضبط او دكتور، في هذا الاطار يعني لاحظنا حتى ان العائلات التي نوعا ما تتمتع بالرفاهيه الماديه لا تتضرر نفسيا بالشكل الذي تتضرره العائلات الفقيره. الى اي مدى انعكاس هذا الوباء على الوضع المادي للعائلات يزيد ويعمق القلق لديها؟ أكيد، لأنه كيبداو يتسألوا على المدخول ديالهم، كيبداو يتسألوا على حياتهم، كيبداو يتسألوا على العمل ديالهم، كاين غادي يفقد العمل ديالو، لأنه كل شيء كيتكلم على أنه غادي تكون أزمة اقتصادية ما بعد هذا الحجر وما بعد التوقف مدة تقريبا 9 أسابيع أو 10 أسابيع من عن العمل. فكاين الناس اللي عندهم التخوف، هذا التخوف بطبيعة الحال كيمشي عند الناس اللي عندهم هشاشه اقتصاديه، واللي عندهم هشاشه اقتصاديه وهو الناس الفقراء او الناس المياومين اللي كيخدموا يوميا، او الناس اللي ما كاينينش في كما نقولوا في الاقتصاد المهيكل، ما عندهمش واحد العمل قار، وما عندهمش واحد المدخول قار، وما عندهمش واحد الحمايه اجتماعيه. فهادو الدوله المغربيه دارت مجهود كبير انه اعطات اعانات لهاد الناس اللي حتى هما في هذا الشكل، ولكن دائما كيكون داك التساؤل انه المصير مجهول، انه كاين خوف، وهذا المصير مجهول وما عارفينش، كونهم ما عارفينش كيخلق نوع من الكرب، نوع من نقولوا الضغط النفسي، نوع من الستريس، وهو اللي كيعطيه هذا القلق النفسي اللي خرج في هذه الدراسه وخرج حتى في دراسات عالميه. فهذه مثبته حتى قبل هذه الجائحه، انه الناس اللي عندهم هشاشه اقتصاديه، هشاشه ثقافيه، هشاشه اجتماعيه، كيكونوا معرضين اكثر للامراض النفسيه واكثر المرض ديال القلق النفسي ومرض الاكتئاب. فهذه مثبته لما نقولوا علميا حتى قبل، بشكل احصائي حتى قبل الجائحه. بطبيعه الحال هذه الجائحه وهذه الظروف ديالها واضطرار انه السلطات الصحيه تدير اجراءات احترازيه اللي شيء ما تقدر تبان شويه قويه او نقولوا بين قوسين عنيفه على الحياه ديال الناس، لان هي الوسيله الوحيده لمجابهه والحد من الانتشار ديالو، فبالتالي كتاثر وغتاثر على الناس اللي في الهشاشه. طيب، لا هشاشه، لا هما هشاشه وقاصرين بسنهم،
أو هشاشة بوضعيتهم الاجتماعية أو وضعيتهم الاقتصادية. طيب بالنسبة للضغط النفسي والقلق، هناك أيضا يعني أسباب يعني نتائج جدا سلبية، يعني مثل تفشي ظواهر اجتماعية كالعنف الأسري، سواء العنف الزوجي أو العنف على الأطفال، تزايد نسبة الطلاق، الإفراط في الأكل، الهلوسة إلى غير ذلك. ما الذي يمكن فعله يعني لإنقاذ الأشخاص من الوقوع ضحية القلق في هذا الظرف الدقيق؟ هو يمكن وسائل يعني الوقاية لعدة جمعيات علمية صدرت وتكلمنا عليها في عدة برامج ولقاءات، وهو أنه كان حاولوا الناس يحافظوا على الإيقاع ديال الحياة ديالهم، الإيقاع ديال الأكل، خصوصا الإيقاع ديال النوم، يحاولوا يعطيو معنى لهذا الحرمان اللي خلقوه هذا الحجر الصحي، يعني تحرموا من الخروج في الوقت اللي بغاو، تحرموا من حريه التنقل، بزاف الحريات تحرموا منهم. فإذا عطوه معنى بانه تضحيه، وتضحيه بالنسبه للشخص وبالنسبه للاقرباء وبالنسبه لعائلته وبالنسبه للمجتمع وبالنسبه للانسانيه جمعاء، شكرا فملي لك. كيعطي معنى لهذا الحرمان فبالتالي كينقص الحده ديالو والتاثير ديالو. شكرا شكرا، كان شكرا. وصلت الفكرة، شكرا لك. الطبيب المختص في الأمراض النفسية والعقلية دكتور عمر بطاس، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء عبر خدمة سكايب. شكرا.